جسم الإنسان: الرأس، الجذع، والأطراف. أكتشف جسمي. أهلا وسهلا أحبائي الصغار، اليوم نكتشف مع بعضنا البعض أعضاء أجسامنا، مبتدئين بالأعضاء الخارجية لجسم الإنسان. ألون أعضاء جسمي بالألوان المطلوبة. ألون الرأس باللون الأصفر. ألون الجذع باللون الأحمر. ألون الأطراف باللون الأزرق. الإجابة: نعم، أحسنتم. حسنا أحبتي، دعونا نتعرف على هذه الأعضاء ونكتشف أجزاءها عن قرب أكثر، فهيا رددوا معي مسمياتها. الرأس، العين، الأنف، الأذن، الفم، العنق، الجذع، الأطراف، اليد، الذراع، الرجل، القدم. الإجابة: أشكركم صغاري على حسن انتباهكم وتركيزكم الدائم، واصلوا هكذا فلنا الكثير من الأشياء نتعلمها.